تخيل معايا يا صديقي، تروح رحلة بحرية للمحيط وفجأة تلاقي المحيط نفسه اختفى، وتلاقي نفسك بقيت في صحراء بس مش مفهومة، مفيش حد حواليك، ولما تحاول تفهم ايه اللي بيحصل بتلاقي العالم متدمر من كل مكان، حتى لو حاولت تطلع من الصحراء دي مش هتلاقي احد. بيبدأ الفيلم في سفينة موجودة في عرض المحيط. السفينة دي بيكون عليها عائلة مكونة من 4 أشخاص، وهم الأب واللي هو عالم المحيطات توم، وزوجته الطبيبة جوليا، وبنتهم الكبيرة كايسي، وآخر العنقود الطفل بن. وبنعرف حاليا إن العيلة دي كلها موجودة هنا في المحيط في رحلة بحرية مش أكتر من كده. ومهم يعني جوليا بقى حاليا بتسيب الكل وبتنط في المحيط وبتفضل توم شوية، لكن فجأة بتبدأ جوليا تحس إن التيار بقى مختلف وقوي وبيشدها، وبتحس إنها بتغرق، فبتفضل تنده على توم وتطلب منه المساعدة، لحد ما توم أخيرا بيشوفها فبينط في المحيط وبينقذها. لما بترجع بقى جوليا على السفينة اتكلمت مع الكل دلوقتي وعرفتهم. او لحظة واحدة يا صديقي، يعني قبل ما اقولك جوليا قالت ايه اصلا، هل اشتركت في القناة؟ طب يا عم حتى لو اشتركت اعمل لايك بعد اذنك، واكتب لنا كومنت كده حلو، وحتى اكتب لنا فيه تاريخ النهاردة، حاجة سهلة جدا، تاريخ النهاردة، المهم على الاقل تكون كتبت اي حاجة. المهم جوليا لما طلعت من المحيط قالت لهم ان المحيط كان فيه حاجة غلط، وفجأة التيار عيلي فجأة، وبسبب كده كانت تغرق. وقتها مش بيعرف توم ايه اللي خلى المحيط يحصل فيه كده اصلا، لكنه يعني بيعدي الموقف. في نفس اليوم ده بالليل بنشوف ان توم وجوليا وكيسي بيفضلوا يحتفلوا ببن بمناسبه يعني انه النهارده تم 13 سنه اخيرا. في بعض الاحتفالات وكل الكلام ده، وبعد ما خدوا صور الذكرى بتيجي مكالمه فيديو لكيسي، فبتسيب بقى كيسي الكل بترد على المكالمه، واللي بتكون من خطيبها اللي اسمه ادم. بيفضل ادم حاليا يطمن على كيسي ويعرفها ان السماء فيها سحب غريبه، والسحب دي عماله تنور وكان فيها برق بيضربها. وبيفضل بقى ادم يوري كيسي السحب دي، وفجاه الاتصال مع ادم بينقطع تماما. طبعا بتستغرب كيسي وبتفضل تحاول تتواصل معاه تاني، لكنها مش بتلاقي شبكه في اي شيء نهائيا، لا في اللابتوب بتاعها ولا الموبايل ولا اي حاجه. وبعيدا بقى عن كيسي، فالكل حاليا بيسمعوا صوت غريب من المحيط، فبيروحوا يشوفوا في ايه، فبيلاقوا مجموعه من الحيتان بيعوموا حواليهم ومتجهين لمكان تاني في المحيط. وقتها بيستغربتهم لان ده مش المفروض يحصل، لكنه برضه مش بيهتم. وفجاه بيسمعوا الكل صوت غريب جاي من المراوح بتاعه السفينه، فبيسيب توم الكل وبينزل يطمن على المراوح، وبعد شويه بيرجع لهم تاني ويعرفهم ان في مروحه من المراوح يعني تلفت، وعشان كده يتصلوا بالمساعده. وفعلا بيحاول توم يتواصل دلوقتي مع اي حد يجي يلحقه، لكن مفيش اي حد بيرد. وفوق كل ده بقى فجاه بيلاقوا الكل البحر فيه حاجه غريبه، والامواج عماله تشيلهم وتحطهم، وبيلاقوا كمان ان في قذائف ناريه بتنزل من السماء، وبيكونوا فاكرين ان دي نيازك، لكنهم لما بيركزوا بيكتشفوا ان دي الاقمار الصناعيه بتاعت كوكبهم. طب ايه اللي بيوقع الاقمار الصناعيه في المحيط؟ محدش يعرف. المهم الكل حاليا بيحاولوا يداروا جوه السفينه، وبنشوف ان الكل بيبداوا يتعبوا بشكل مش مفهوم، يعني بين بطنه بتوجعه، جوليا بتفضل تنزف دم من مناخيرها، واخيرا كيسي بتفضل ترجع. بتفضل المركب تتحرك بيهم بقوه مش طبيعيه، وكان الامواج ما زالت بتضربهم، وفي النهايه الكل بيغمى عليهم. تاني يوم بقى الكل بيفوقوا وبيخرجوا من السفينه، فهم بيتصدموا من المشهد اللي شايفينه، لانهم بيلاقوا المحيط اختفى تماما، وحاليا هم وسط مكان جبلي بالكامل، وكان المحيط انحصر واختفى. وحاليا بقى اللي موجود قدامهم الارض بتاعت المحيط وبس. طبعا ما حدش بيكون فاهم ايه اللي حصل ده، بس بيطلع توم البوصله بتاعته، فبيكتشف ان البوصله فيها حاجه غلط، لانه بيلاقي ان الشمال بقى جنوب، والجنوب بقى شمال، والشرق والغرب هم كمان انعكسوا. وفي اللحظه دي فكر توم شويه وقدر يفهم ايه اللي بيحصل بالظبط. عرف توم الكل حاليا ان للاسف اقطاب الارض اتبدلت، والشمال بقى جنوب والجنوب بقى شمال، وده معناه ان كل حاجه في العالم مكانها اختلف، ودي مصيبه كبيره. بمعنى كده ان المحيط ده اللي كان موجود هنا اصلا هو حاليا اتنقل لمكان تاني في يابسه، والمكان هنا اللي كان فيه محيط بقى يابسه. ويعرفهم توم ان دي ظاهره حقيقيه وبتحصل كل فتره زمنيه طويله تقدر بالاف السنين، وتقريبا ما عدا كان امبارح، وعملت مصايب كتير احنا لسه مش شايفينها. بعد ما يعرفوا الكل ايه السبب اللي حصل ده واتصدموا، بيرجع توم دلوقتي للمذياع وبيحاول يتواصل مع اي حد من الناس اللي كانوا في المحيط ونجوا. لحد ما بيرد دلوقتي حد على توم، الشخص بقى اللي رد على توم عرفه انه مستكشف، وامبارح كان في غواصه علميه هو وصديق ليه، وحصل اللي حصل يعني. وصديق يقول انه ما كانش رابط الحزام بتاع الامان، وبسبب الحركه الكبيره اللي حصلت في الغواصه لما الميه انحصرت فضل يتخبط في كل مكان في الغواصه ومات. وبيعرف الشخص ده توم ان المفروض يعني ان الظاهره اللي حصلت دي هي ظاهره انعكاس الاقطاب المغناطيسيه، يعني زي ما توم توقع تماما. وبيعرفوا كمان ان بعد اسبوع بالظبط للاسف الاقطاب هترجع لطبيعتها، وده معناه ان الميه هترجع للمحيط، ولازم يدوروا على اعلى نقطه ممكنه عشان لما الميه ترجع ما تغرقهمش. وقتها بيعرفوا توم ان للاسف السفينه بتاعتهم اتدمرت تماما، فبيعرفوا الشخص ده ان الغواصه بتاعته فيها مكانين فاضيين، واكيد يعني هتستحملهم لما الميه ترجع تاني. فبيفرح توم وبيعرفوا انه هيجي له وهيسيب له عياله عشان خاطر على الاقل هم ما يموتوش. فبيوافق الشاب ده وبيديله احتسيات المكان اللي هو فيه،
وتابي لاقي توم ان المكان ده بعيد عنه بتلات ايام تقريبا، وده معناه انه هيقدر يوصل له قبل ما المحيط يرجع من جديد، وده بيفرح توم جدا. فبس بعد المكالمة دي بيبدأ توم والكل يجهزوا نفسهم بحيث يروحوا للشاب ده، لكن وسط كل اللي بيحصل بيلاقي توم شخص كده شكله غريب جاي هو والكلب بتاعه ناحية السفينة. فبيستغرب توم وبينزل يشوف مين الشخص ده، فأولا كده بيديله مية عشان يعني يشرب لأنه كان باين عليه عطشان، ولكن من هنا بيبدأ الجنان كله. الشخص ده بدون مقدمات بيضرب توم بإزازة المية فبيوقع توم على الأرض، بعدها بيجيب الشخص ده حديدة كده عليها سكينة وبيطعم بيها توم لحد ما بيقتله في مشهد صادم جدا. طبعا بتكون جوليا واقفة وشايفة كل ده وبتنهار حرفيا، لكنها بسرعة بتتماسك وبتجري بحيث تدخل السفينة وتنقذ عيالها. بس الغريب بقى بيحدف عليها الرمح بتاعه وبيصيبها، لكن على الرغم من كده بتكمل وتدخل السفينة وبتاخد كيسي وبن وبتخبيهم في مكان كده في السفينة. بعدها بتدخل حمام السفينة تستخبى فيه، وفي اللحظة بيدخل الغريب للسفينة وبيوصل عند الحمام، فبسرعة بتنط جوليا برا الحمام فبتتفاجئ بالكلب بتاع الغريب بيهجم عليها فبتطعن جوليا وبتقتله. وبترجع بعد كده للسفينة تاني بحيث تاخد عيالها وتمشي، وفي اللحظة دي بيجي الغريب وبيمسك جوليا وبيفضل يخنقها عشان تموت، لكن قبل ما ده يحصل بتخرج كيسي من المكان اللي مستخبية فيه وبتضرب الغريب بطلقة من المسدس بتاع الإشارة اللي معاها فبيقع مصاب. بعد كده بيلاقوا الكل إن الطلقة دي اتسببت إن السفينة تولع كلها، فبسرعة بيخرجوا بره السفينة كلهم وبيبدأوا يهربوا، وبيلاقوا الغريب هرب هو التاني من السفينة ولسه عايش، وطبعا بالشكل ده هيفضل يطاردهم. ليه أصلا بيعمل كده برضه ما نعرفش. المهم بيفضلوا كل حاليا يهربوا لحد ما بيوصلوا لطياره كده، وطبعا يعني بيعرفوا ان الطياره دي اكيد وقعت في المحيط من زمان، ويعني طبعا لما المحيط اختفى والارض رجعت تاني ظهرت. فالمجمل بيدخلوا بقى جوه الطياره الكل بحيث يريحوا شويه، وتاني يوم بتخرج كيسي بره الطياره عشان تعمل حمام، لكنها ما بتكونش شايفه ان الغريب جاي من وراها وهيهاجمها. بس قبل ما يعمل كده بتوصل جوليا وبتطعن الغريب فبيقع على الارض، وهنا بقى بتفضل جوليا تطعن فيه مره في الثانيه في الثالثه لحد ما بيموت، واخيرا بنخلص من قرفه. بعد كده بيدخلوا الكل يقعدوا في الطياره من تاني، وبعد فترة مش طويلة بقى بيخرجوا مرة تانية من الطيارة بحيث يكملوا رحلتهم. العبرة هنا بقى انهم لما خرجوا من الطيارة بيلاقوا ان جثة الغريب متاكلة بشكل مش مفهوم، وبيعرفوا ان كده اكيد في حاجة هي اللي هجمت الجثة وكلتها بالشكل ده، لكنهم مش بيهتموا يعرفوا ايه الحاجة دي وبياخدوا بعضهم وبيمشوا. ومجرد ما مشيوا يا صديقي بنشوف ان في سلطعون كده ماشي على جثة الغريب، وبنعرف ان السلطعون هما بالشكل ده اللي اكلوا الجثة. في كل الاحوال بقى بيكملوا كل طريقهم عادي خالص، وللاسف مش بيكون معاهم مية ولا اي مؤن، وده بيخلي بين يتعب جدا. فبناء على اللي بيريحوا في المكان هنا وبيناموا، وتاني يوم بتصحى جوليا وبتتمشى في المكان لحد ما بتتفاجئ بعددها هائله من السلطعون جايين عليها، وهنا بقى بتعرف ان دول هم اللي قتلوا الغريب ودلوقتي هيقتلوها. فبسرعه بتصحي جوليا كيسي وبين وبتاخدهم وبيهربوا، وبيفضلوا يهربوا لغايه ما بيوصلوا لعند سفينه حاويات، ويشوفوا حاليا تلات عمال كده من السفينه واقفين قدام الحاويه، فبيطلبوا منهم ان هم يساعدوهم، لكن العمال دول لما بيشوفوا السلطعونات بسرعه بيدخلوا جوه واحده من الحاويات وبيقفلوها على نفسهم ومش بيردوا يفتحوا لجوليا وعيالها. فبتضطر جوليا وكيسي وبين يطلعوا فوق الحاويات دي بحيث يبقوا بعيد عن السلطعونات. بعدها بنشوف صديقي ان في فتحه كده في الحاويه بيقدروا منها السلطعونات يدخلوا جوه الحاويه، وللاسف بيهاجموا العمال اللي فيها، وبيكون العمال دول معاهم اسلحه وبيفضلوا يضربوهم بالنار، لكن عدد السلطعونات كانت اكتر منهم وبتخلص عليهم هم الثلاثه. وبس بعد شويه بتهدى الاوضاع، فبتنزل دلوقتي جوليا ومعاها كيسي وبين من فوق الحاويات وبيبداوا يدوروا في الحاويات دي على اي حاجه ممكن تساعدهم، وفعلا بيلاقوا ميه فبيقدروا يشربوا. بعدها بياخدوا الاسلحه اللي كانت مع العمال، وبيلاقوا مع العمال على فكره لاسلكي فبياخدوهم كمان. وبتستخدم بقى جوليا اللاسلكي وبتتواصل مع المستشفى اللي عند الغواصه لو تفتكروا، وبيقول لها دلوقتي المستشفى ان السلطعونات هاجموه وانه حاليا مصاب، وبيعرفها كمان ان السلطعونات حاليا بيعملوا كده لان مع اختفاء المحيط ما بقاش في حاجه يتغذوا منها على اي حاجه، فحرفيا بيتغذوا عليهم. وبيعرفها انهم ما دام وصلوا للمكان اللي هي فيه هيجوا لها تاني قريب جدا، وبالتالي لازم تهرب حالا. فبتوافق جوليا على كلامه وبيضرب لها حاليا المستكشف طلقه اشاره في الجو، فبتقدر جوليا تشوف الاشاره وتحدد مكانه وبتتحرك على المكان ده هي وعيالها. بس هنا بقى بيتقابلهم مشكله جديده، والمشكله باختصار ان بيكون في منحدر خطير لازم يعدوا منه بحيث يوصلوا للغواصه، وفعلا بيمشوا في المنحدر ده، لكن للاسف بيبدا المنحدر يحصل له انهيار وبتبدا الصخور تتساقط من فوقيهم من كل مكان. فبسرعه بتزق جوليا عيالها كيسي وبين بعيد خالص عن الانهيار ده بحيث يكونوا بخير، وبتفضل الصخور تتساقط لحد ما بتكون جدار كده وبتعزل كيسي وبين عن امهم جوليا. وبتبدأ بقى جوليا في الوقت ده تطلب منهم يروحوا للمستكشف ويسيبوها، فبيوافقوا الكل غصب عنهم وبيسيبوها وبيروحوا للغواص. وهناك اخيرا بيقابلوا المستكشف واللي للاسف بيكون بيموت خلاص، وبيطلب منهم دلوقتي يركبوا الغواصه يحتموا فيها من غيره لانه كده كده هيموت. بس كيسي بترفض تركب الغواصه وبتسيب حاليا بين مع المستكشف وبتروح دلوقتي تنقذ جوليا. في الوقت ده بقى بنشوف ان السلطعونات بيوصلوا عند جوليا، فبتفضل تضربهم وتقتل فيهم، وبتجي لها حاليا كيسي في الوقت المناسب وبتساعدها تتسلق الصخور، وبتاخدها فورا وبيجروا على الغواصه وبرضه السلطعونات وراهم لحد ما بيوصلوا اخيرا للغواصه، وبسرعه بيركبوها بين وجوليا وكيسي وبيقفلوا عليهم، وبيكون السلطعون دلوقتي محاصرهم من كل مكان، بس لان الغواصه مقفوله مش بيقدر يوصل لهم. وطبعا بيكون المستكشف مات بره الغواصه، وبيفضلوا حاليا السلطعون ياكلوا من جثته.
مش بيعدي دقايق حرفيا على كل ده، وبيلاقوا الكل ان المية بتاعت المحيط بترجع من تاني، فبسرعه بيربطوا الاحزمه بتاعتهم بحيث يعني ما يحصلهمش اي حاجه، وفعلا بترجع المية بتاعت المحيط وبتغمر المكان بالكامل، وبسبب كده بتفضل الغواص تتحرك بيهم يمين وشمال لحد ما بيغمى عليهم. بعد اللي حصل ده بيفوق الكل من تاني وبيخرجوا من الغواصه، فبيلاقوا نفسهم بقوا على شاطئ احدى المدن، لان يعني المية لما رجعتهم تاني حركتهم جامد لحد ما وصلوا لهنا. الفكره بقى انهم لما بيبصوا على المدينه اللي قدامهم دي بيلاقوها متدمره تماما ومش بيشوفوا اي بشر، لان يا صديقي تغير الاقطاب لما حصل دمر اليابسه هنا زي ما دمر المحيط بالظبط، وغالبا العالم كده شبه انتهى بسبب الموضوع ده. واللي اتبقوا كيسي وبين وجوليا، ويعني اكيد في ناس تاني حوالين العالم، ولكن دلوقتي بين وكيسي وجوليا بيعرفوا انهم هيكونوا في مواجهه ظروف غالبا أسوأ بكتير من الظروف اللي عدوا بيها لما كانت الميه موجوده واختفت. وبيخلص الفيلم، ولكن حابب يا صديقي اقول لك في النهايه ان للاسف ظاهره تغير الاقطاب دي اللي عملت كل ده في الفيلم للاسف هي ظاهره حقيقيه بتحصل تقريبا كل 200,000 سنة، وللاسف العلماء بيتوقعوا انها قربت جدا واحتمال تحصل في وقتنا الحالي. امتى بقى؟ الله اعلم. وبس كده، سلام.